السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. أريد أن أجيب على سؤال: ما هو الفرق بين ما هو أصلا الديسك السي والديسك دي، وما الفرق بينهما؟ إذا عندما نتحدث عن الديسك السي والديسك دي الذي لا يوجد لدي أنا، يعني لدي فقط ديسك واحد، فنحن نتكلم عن البارتيشنز، يعني هكذا تكتب، يعني سأقوم بكتابة الأمور حتى يفهم جميع. partitions يعني التقسيمات. فعندما ستجد يعني في حاسوبك مثلا ديسك لوكال ديسك سي، ثم لوكال ديسك دي، ثم لوكال ديسك اي، يعني اي بالفرنسية، فهذا يعني أن يعني حاسوبك فيه ثلاث يعني تقسيمات أو ثلاث partitions. إذا أولا يجب أن نعرف ما يعني من أين أتت هذه التقسيمات. بطبيعة الحال التقسيمات فهي آتية من ماذا؟ آتية من الهارد درايف الخاص بحاسوبك. يعني كما تعلمون فالحاسوب يتوفر على قرص صلب أو هارد درايف، يعني نخزن فيه المعلومات. هذه المعلومات هذه تخزن في قرص كهذا، يعني هذا يعني هارد درايف، وكذلك توجد الـ SSD على هذا الشكل هذا، وكذلك توجد هذا النوع من الـ SSD NVMe. المهم الموضوع موضوعنا يعني لن نتطرق إلى أنواع يعني الهارد درايف أو أنواع الـ SSD، فقط أريد أن أريكم يعني القطعة التي تخزن فيها المعلومات. فالمعلومات يعني صورك وفيديوهاتك والنظام، فهي تخزن في قطعة كهذه أو كهذه أو كهذه، يعني على حسب نوع الحاسوب الخاص بك. إذا هذه القطعة هذه أو هذا المكون أو هذا الكومبوزون، فهو يعني قرص صلب، ويعني فيزياء يعني فيزيكمون أو في داخل الحاسوب فهو يوجد يعني على شكل يعني يعني فيزيكمون، يعني فهو يعني حاجة واحدة، يعني مكان واحد للتخزين. لكن في النظام فقد تجد يعني سي ودي واو، فهذا لا يعني انه لديك يعني ثلاثه اقراص للتخزين، او لديك اربعه، او لديك اثنان. فيمكن ان تجد فقط هارد درايف واحد، وستقسمه يعني الى تقسيمتين او ثلاثه او اربعه. اذا هذه التقسيمات فهي يعني نحن من يقوم بها، سواء نقوم بها عندما نريد يعني فرمطة الحاسوب، فسبق لي وأن شرحت يعني العديد من الفيديوهات في قناتي حول الفرمطة، يمكنك الرجوع إليها. وتوجد مرحلة من هذه المراحل الخاصة بالفورماتاج لتقسيم الهارد درايف الخاص بحاسوبك. يعني نقول في مراحل الفورمات، يعني نقول له قم بمثلا إعطاء للديسك لوكال سي، إعطائه مثلا 100 جيجا، ثم الباقي نعطيه للدي، أو نقوم كذلك بتقسيم الدي إلى قسمين، 100 أخرى على حسب يعني كم تريد من تقسيمة، وكم لديك يعني في القرص الصلب الخاص بحاسوبك. وكذلك يمكننا تقسيم القرص الصلب عبر برامج، أو عبر يعني هذه الأداة التي توجد في الويندوز. تقوم بكليك يمين هنا، ثم يعني ديسك مانجمنت. إذن هذا ديسك مانجمنت هذه فهي خاصة ب يعني لتقوم بإدارة التقسيمات أو الأقراص الخاصة بحاسوبك. بطبيعة الحال فأنا في حاسوبي فلدي فقط قرص صلب يعني واحد. إذا فتحت الحاسوب سأجد فقط قرص صلب واحد. طبيعة الحال فيعطيه ديسك زيرو، يعني ديسك صفر. لو كان لدي يعني قرص صلب ثاني، فطبيعة الحال توجد، فأنا أصلا لدي يعني مكان لأضيف قرص ثاني، لكن لا يوجد لدي حاليا. ربما سأشرحها في فيديو آخر كيف تعرف حاسوبك يعني يدعم قرصين وكيف تضيفه. إذن سيضيف ديسك واحد هنا. طبيعة الحال هذا القرص هذا فهو يعني حجمه هو 238 جيجا، وهو مقسم إلى تقسيمة واحدة، يعني هي هذه ديسك سي.
بطبيعة الحال لو أردت يعني تقسيم هذه السيادة وأخذ يعني حجم آخر لتخصيصه لديسك لوكال دي، فسنضغط كليك يمين هنا ثم شرينك فوليوم أو ريدوير لو فوليوم اون فرونسي أو يعني تقليص المساحة بالعربية، تضغط عليها هكذا. ثم سيعطيك يعني نافذة التقسيم، سيقول لك هذا هي التوتال قيمة يعني بالميجا بطبيعة الحال بوحدة الميجا، هذا هو يعني التوتال سايز حجم الكلي، سايز اوف افيلابل شرينك سبيس ان ميجا، يقول لك هذه هي المساحة فقط التي يمكنك يعني اخذها، هل تريد اخذها كاملة يعني اترك هذه القيمة كما هي ثم اضغط على شرينك او يعني تصغير او قطع، لا اعرف يعني شرينك باللغة العربية ماذا تعني، يعني غيدوير يعني تصغير، او تريد فقط مثلا 10 جيجا التي هي يعني 10,000 تقريبا، ثم تضغط على شرينك وسيقوم بطبيعة الحال بإضافة مساحة صغيرة هنا مساحتها يعني 10,000 ميجا او 10 جيجا، تقوم بالضغط عليها هكذا ثم يعني تضغط على فورمات لكي تقوم بفرمطتها لكي تظهر في هذا المكان، يعني الإخوان الذي يعني قاموا بفرمطة حاسوب الخاص بهم وقاموا بتقسيمه لكن وجدوا في الأخير أنه لديهم فقط لوكال ديسك سي ولم يجدوا الدي، فستعود فقط إلى هذه النافذة ستجد السي هكذا ثم ستجد الدي لكن لن تجد الدي، ستجد يعني نون allocated volume أو فوليوم نو الوي بالفرنسيه، ستضغط عليه هكذا ثم تضغط على فورمات نيكست نيكست ويعني سيقوم بفرمطته وسيظهر لك القرص دي هنا. اذا هذه فقط اجابه عن بعض السؤال. طبيعة الحال الاخ يسال لماذا يعني الحرف هنا سي وهنا دي وهذا، فيعني فقط تسميات، يعني فقط تسميات لكي تسهل على المستعملين العاديين، يعني اما فما وراء ما وراء سي فهو يعني توجد ارقام ويعني كودات لن نفهمها يعني نحن الناس يعني العاديون، يعني فقط يقومون بتبسيط الامور للمستخدمين بحروف. وكذلك يمكنك تغيير هذا الحرف عبر الضغط على كليك يمين ثم change drive letter and path، وهنا يمكنك ان تضغط change وتضغط هنا وتختار هل تريد A B من A الى حدود Z، يعني تختار الحرف الذي تريد ثم تضغط OK ثم يعني تضغط OK وسيتم تغيير الحرف، يعني لماذا؟ لانه فقط حرف ليس شيء يعني شيء مهم، فهو فقط حرف لكي تميز القرص او لكي تميز التقسيمة التي يوجد فيها النظام والتقسيمة التي لا يوجد فيها النظام. اذا لو كان لدي يعني قرص دي هنا، لو لاحظتم ان قرص دي ليست به هذه العلامة الخاصة بالويندوز، قرص دي ستجد فقط هذه الايقونة هذه بالنسبة للنظام، تجد دائما أمامه هذا اللوغو هذا الخاص بالويندوز، يقصد أنه هنا يوجد النظام. طبيعة الحال إذا دخلنا هنا فسنجد طبيعة الحال ويندوز، إذن دائما النظام يعني يوجد فيه ملف اسمه ويندوز، داخل ويندوز توجد يعني جميع الملفات والبرامج الخاصة بالويندوز. إذن أعتقد أنني يعني أطلت شيئا ما في الشرح، ولكن قبل أن أختم الفيديو أريد أن أقول لكم يعني بالنسبة لي التقسيمات يعني كمعلومة، التقسيمات نقوم بها يعني عبر برامج أو عبر يعني الفورمات عندما نقوم بالفورمات، لكن المسؤول عن التقسيمات هل يعني كم عدد التقسيمات التي يمكنني أن أقوم بها؟ بطبيعة الحال بالنسبة لنظام الـ MBR، نظام الـ MBR ماستر بوت ريكورد فهو يعني 4 تقسيمات فقط، أما بالنسبة لـ GPT Guide Partition Table ف يعني إليميتي غالبا إليميتي يعني إليميتد إليميتي يعني سأكتبها بالفرنسية يعني لا محدودة، فهي لا محدودة بالنسبة لجي بي تي. طبيعة الحال الفرق بين جي بي تي والإم بي إر سأقوم ربما بتخصيص حلقة خاصة بهذا النظامين أو بهذا الأداتين،
فلمعرفة تفاصيل أكثر حول هذه الأمور هذه فقد شرحت فيديو مهم جدا هو هذا، سأتركه في الديسكريبشن، يعني البيوس vs UFI، يعني والبيوس يمشي معه الMBR والجي بي تي فهي تمشي مع UFI. طبيعة الحال قوموا يعني بإطلاع على هذا الفيديو وستفهموا يعني معلومات أخرى مفيدة، وسأتركه لكم بطبيعة الحال الرابط في صندوق الوصف، وسأقوم بتخصيص فيديو كذلك لأشرح الفرق بين هذا الهارد درايف وهذا، يعني كذلك هذه معلومات مهمة. إلى حدود الآن أعتقد أنني يعني قمت بتوضيح شيئا ما فكرة الهارد درايف وفكرة التقسيم، وهل يمكننا بطبيعة الحال تقسيم وقت ما نريد يعني الهارد درايف. نعم يمكنني تصغير سي وأخذ مساحة للدي، لكن المشكل أنه مثلا إذا أردت يعني مسح أو إلغاء تلك البارتيشن دي فلن يقوم بإضافتها إلى سي، فستبقى يعني هكذا. يعني من الأفضل يعني أن تأخذ القرار قبل أن تقوم بتصغير سي. إذا قمت بشرينك وأخذت حجم من سي فلا يمكنك إعادته إلى سي إلا بالفورمات، يعني تقوم بفرمطة الهارد درايف من الصفر. أما في خصوص لديك يعني مساحة وتريد أخذ منها مساحة فيمكنك القيام بها، يعني يمكنك القيام بها بهذا الأداة، لكن توجد أدوات يعني ليست مجانية يمكنك يعني دمج سي مع دي يعني لتضيف حجم إلى حجم، لكن أنا دائما لا أفضل هذه الأدوات، أفضل دائما العمل بالأدوات الخاصة بالويندوز أو يعني القيام بالتقسيم بشكل جيد ومدروس عندما يعني أريد فورمطة الحاسوب. هذا كل ما يخص بالنسبة لهذا الفيديو، نلتقي في فيديو آخر، السلام عليكم.